المكرونه بالكبده بلدي ما فيش فيه اي افتكاسات اللي بنقلبه ده، والكبده تبقى على الوش ويعني ايه تشوفوه كده قلبكم يوجعكم. نص كيلو مكرونه اساور كبيره نص سلقه، ممكن اي مكرونه الحقيقه مش لازم اساور يعني، بس هي جرت العاده انه بيتعمل بالاساور. 6 فصوص ثوم مفروم، ومعلقتين واتنين فلفل رومي مفروم، 1 فلفل احمر حامي مفروم، ونص كوبايه بقدونس مفروم، 500 ملي عصير طماطم، و2 كوبايه مرقه، 3 معالق كبيره صلصه، زيت نباتي، و2 معلقه صغيره سكر، 2 ورقه لورا، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، رشه جوزة الطيب، ومعلقتين صغيرين كمون، معلقتين صغيرين كزبره ناشفه، ملح وفلفل اسود. طيب دي كده المكرونه بالصوص بتاعها. الكبده 500 جرام كبده بقري عصافيري، 2 بصله مفرومه، 2 فلفل رومي مفروم، 1 فلفل احمر حامي حار، و5 فصوص ثوم مفروم، و2 طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات، ونص كوبايه بقدونس مفروم وسمنه، ومعلقتين صغيرين كمون، معلقتين صغيرين كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره كبابه صيني، ونص معلقه صغيره قرفه باودر، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ورشه جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. وبس للتوضيح احنا ممكن نختصر كل التوابل دي بان احنا نشيلها ونحط 7 بهارات، مفيش مشكله، فممكن ده وممكن ده ما يجراش حاجه. يلا تعالوا نعمل المكرونه، وهقول لكم على حركه كده صغيره تعملوها برضو. يعني انا النهارده ايه مركزه معاكم على الحركات الصغيره اللي بتفرق. من الحركات الصغيره اللي بتفرق فرق السما ان احنا نعمل الكبده، نشيل الكبده من الطاسه وفي نفس الطاسه نعمل الصلصه. خدوا مني بقى، يلا ندخل على الكبده علشان هنعمل اللي احنا قلناه ده بالظبط. الوك على النار سخنت كويس جدا، هنحط لها شويه سمنه، وطبيعي كبده يعني او اي لحوم بصفه عامه لازم طاسه سخنه. شويه سمنه، وهنزل فيهم الكبده العصافيري على طول، وبنقول تاني وتالت ورابع وعاشر الكبده ما بتتغسلش، وحياه ربنا الكبده ما بتتغسلش، اقسم بالله الكبده ما بتتغسلش، وبتبوظ وبتزفر وبتخسروا فلوس حرام. اللي بنعمله في الكبده او ممكن نعمله في الكبده ان احنا ننقعها في لبن لو حد يعني متضرر منها قوي، وحتى ده ملوش ضروره قوي. مع الكبده هنزل البصل على طول من الاول، ومعاهم هما الاثنين هنزل التوابل. ادي كله، وزي ما قلت احنا ممكن نستغنى بلستة التوابل اللي انا قلتها دي بان احنا نستخدم ال7 بهارات، هتأدي نفس الغرض وهي نفس المكونات تقريبا. ملح وفلفل اسود، ادي الملح وادي الفلفل، تقليب، والوصفه دي الكبده كل ما كانت متقطعه عصافيري كده صغيره ومنمنمه كل ما تديني طعم احلى. زي الفل، الكبده بتتشوح وامورنا تمام. عايزه دلوقتي اضيف لها الفلفل، وعايزه كمان اضيف الفلفل الحامي وهو اختياري، اللي ما بياكلش حامي هيشيله من الوصفه. هنضيف كمان الثوم اللي هو يعني انا ما تتخيلش كبده من غير ثوم، ولو اني بحب الكبده بالبصل بس برضو، بس يعني الثوم موضوع تاني. وهقلب طبعا تشويح سريع جدا سواء للكبده او للخضار اللي معاها. بس هي كده يعني زي الفل. هنيجي نضيف الطماطم المفرومه او المتقطعه، اللي حابب يحطها مبشوره اوكي بس انا افضل مفرومه، والبقدونس. ومحتاجين بقى نظبط الملح والفلفل لان احنا كنا حاطين على قد الكبده بس، لكن في اضافات كتير اتحطت فلازم نظبط ملح وفلفل، يا اما يطلع الاكل ناقص ملح.
دي طريقة تمليح أنا بحبها، وبعتقد إن هي أكتر طريقة بتقلل مقدار الغلط، إن أنا مع كل مرحلة بضيف حاجة بزود الملح بتاعها، ما بستعجلش وأزود كله من الأول ولا بستنى للآخر وأزود كله، مع كل مرحلة كده أدي رشة بسيطة فبتقوم إيه تظبط معايا في الآخر. هنسيب الكبدة على النار، حاجة بسيطة خالص يا دوب بس الطماطم دي كده تدبل وتنزل ميتها، وكده جزء الكبدة جاهز. انا مستنية بس اخلص علشان عايزة ايه الكبدة مكانها اعمل الصلصة زي ما قلت لكم. هجهز صينية، وفي الصينية دي هحط شوية سمنة بالمعلقة بتاعتي عادي، هي كده كده هيتحط عليها الكبدة. عايزة اوزع السمنة دي كده على الجوانب، السباتشولا بتساعد طبعا، واحنا مش بنعمل كيكة يعني التوزيع مش بيكون بالملي، ولكن بنوزع بس عشان نضمن ان ايه الامور هتكون سهلة في الاخر هنعرف نقلبها براحتنا. صينية تكون كده واسعة براحتنا نشتغل، ما تكونش بس واسعة قوي عشان ما تبقاش المكرونة ايه يعني طبقة كده رفيعة، ولو كانت حتى طبقة رفيعة ده مش هيأثر في حاجة. مش بحب احط لكم يعني رولز الحاجات مش هتفرق قوي، ما دام حاجة مش تفرق مش لازم نبقى نمكيين، لكن في الحاجة اللي تفرق لا نبقى نمكيين قوي. تقليبة، وانا كده بالنسبة لي الكبدة زي الفل. هعمل ايه في الكبدة دي؟ هاخدها كلها كده هنزلها هنا في قاع الطاسة، وفي نفس مكانها هعمل الصلصة. هلا والله، شوية سمنة تانيين، حطينا التوم بعدين الفلفل بعدين الفلفل الحامي بعدين الصلصه، بنديها تقليبه صغيره معاهم، وكل ده طبعا قاعد ياخد البهاريس بتاعه الكبده. صلصه الطماطم التوابل، توابل بلدي بقى، كزبره كمون لورا، ما عندناش اختراعات النهارده، شوية السكر اللي هيظبطوا حلاوة الطماطم، وشوية الخضرة، وشوية المرقة، وهنسيب الكلام ده كله يغلي مع بعضه غلوتين كده ويتسبك تسبيكة بسيطة. نقلب بس بس جد كده، حلو قوي. هحط بقيه المرقه وهسيبها على نار عاليه تغلي وتتكثف شويه. طيب انا في الاخر هعمل فيها ايه؟ هنزل المكرونه تاخد غلوه فيها، والمكرونه بقى بصوصها بكل البهاريز اللي لمتها من الطاسه دي هتقوم نازله على الكبده، وكل الكلام ده يدخل الفرن مع بعضه. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم الطعم بيبقى عامل ازاي. اللي حصل هنا ان الصوص بتاعنا غلي كويس جدا وتكثف حبه. طيب انا عايزاه ياخد غلوه كمان بصراحه، فمش هستعجل واحط المكرونه، هسيبه ياخد الغلوه. الصلصه بتاعتي بتغلي على النار، طيب الصلصه غليت بالقدر الكافي اللي انا عايزاه، اقدر اجي دلوقتي انزل فيها المكرونه في السباتشولا. يلا بينا، وتقليبة حلوة كده للمكرونة وسط الصوص. سيبها بس تغلي غلوة غلوة واحدة. بصوا المكرونة شربت الصوص على طول. عايزة بس اطمن على الملح، عندي ملح. تقليبة
هناخد المكرونة دي زي ما هي كده ننزلها على الكبدة بصوصها بكل حاجتها، نفرد وعلى الفرن عدل. ندخل صينية المكرونة التانية في نفس الفرن السخن برضو على درجة حرارة 200، وهنستناها بقى المكرونة تشرب الصوص تشرب طعم الكبدة، كل ده يبقى حاجة واحدة ليها طعم رهيب وتكمل سواها. المكرونة دي بنقلبها في طبق التقديم، فأنا مجهزة لها طبق كده كبير عشان لو الجناب وقعت، وده بيحصل طبعا كتير عادي ومتوقع، احنا عندنا صلصة ودهون وبتاع، فطبيعي ان ممكن ايه ما تبقاش ماسكة قوي، مش حاجة وحشة يعني او حاجة غلط او حاجة معناها ان انتوا عاملين حاجة غلط خالص. المكرونة وشها حرمش وقرمش وبقت اخر حلاوة، واكيد طبعا شربت من طعم الكبدة تحت وكمل سواها وكل اللي احنا عايزينه حصل واكتر. لو انا عايزاها تتقلب تبقى رصة كده واحدة زي المسقعة، زي سوري المقلوبة، اسيبها تهدى من الحرارة شوية، لكن انا بيبقى طبعا ما عنديش الرفاهيات دي في البرنامج، انا لازم اقلب واجري ما فيش عندي وقت، فهقلبها على طول. خلوا بالكم بس بسم الله الرحمن الرحيم، زق كده نوسطنها، طول ما هي مقلوبة بيبقى عندنا ايه لسه الفرصة نعدل ونظبط، ونقوم جايين كده ماسحين الصوص اللي هنا ده، هي طبعا هتنزل صوص عادي بس يعني انا برضو هنضف ما يجراش حاجة، يعني ما نخليش شكل طبقنا وحش ابدا بعد كل التعب ده، ونيجي على حاجة هايفة زي دي ونكسل كده. هتنزل الصوص بتاعها على نظافة يبقى شكل الطبق حلو. بطرف سكينة بقى محتاجين اوبا بصوا المنظر، فظيعه طبعا زي ما قلت لكم، لو عايزينها تنزل قالب هتسيبوها تهدى من كل البخار ده، عمري ما هقلبها وهي سخنه كده وهتبقى حاجه واحده، لازم تفك شويه من الجناب، وانا شايفه ان ده عادي يعني ومتقبل وما فيش فيه اي مشكله، لكن لو حد عايزها قالب للتقديم يعني للشكل قصدي يعني عايز يبقى المنظر كده مفيش اي مشكله ان هو يصبر عليها حبه، انا عندي جنب فك وجنب لا فايه عامله كده عاملة كده بس عادي يعني براحتها، انا ما بدقش في الحاجات دي مادام هي ايه ممنطقة يعني، احنا طبيعي مثلا انهاش تبرد فعادي ان ده يحصل. وادي شوية مكرونة بالكبدة يستاهلوا بقكم، اعتقد يعني انتوا شايفين المنظر عامل ازاي وانا مش محتاجة اشرح كتير.